عليكم. اليوم ان شاء الله غنديرو كيش بصيت ساهل، كيجي خفيف حيت ما فيه لا صوص بيشاميل، ما فيش ماشي بلا بات صابلي اللي كتكون فيها الزبده بزاف، وفاش كناكلوها كتقهمنا. ندوزو ان شاء الله المقادير ديال العجين اللي غتلاحظوا عجين مختلف جدا عن العجين ديال الكيش. عندنا 120 غرام ديال الفورز، قبيصه ديال الملح، معلقه كبيره ديال نيدو، يمكن لينا نعوضو نيدو بدانون مسوس، معلقه ديال دانون مسوس، معلقه كبيره ديال الزبده. هنا درت معلقه متوسطه ديال الخميره مع معلقه صغيره ديال السنيده مع شويه ديال الماء الدافي باش يتفاعلوا لينا، باش تخمر لينا العجين دغيا. وهنا الماء الدافئ للعجين. انا غنستعمل العجانه، اللي ما عندوش العجانه يكتفي غير يخدم بيديه، ماشي شي عجينه صعبه. لهذا نعجنوها عادي بحال العجينه ديال الخبز، نديرو كاع المقادير ديالنا هنا. انا العجينه ان شاء الله دابا بالعجانه حتى تولي عندنا عجينه رطبه، نتلاقاو ان شاء الله. العجينه ديالنا من بعد ما عجناها مزيان ولا ترطيطبه مزيان، غنخليها ونغطيها ونخليها تخمر تضاعف الحجم ديالها على حسب الخميره والبلاصه فين حطيناها بيان سور، ومن بعد نتلاقاو باش نسرحوها ونديروها في المول. ها هي العجينه ديالنا من بعد ما خمرات، غندلكوها مزيان تتولي رقيقه. ها هي العجينه ديالنا من بعد ما طلقناها مزيان، كنطلقوها بلا دقيق فهي كتسرح دغيا. غنشدو شويه ديال الزبده غندهنو بها المول ديالنا ونلبسو المول بهاد العجين. ها هو المول ديالنا من بعد ما لبسنا بهاد العجين وتكيناه مزيان، المول يكون ديجا مدهون بالزبده مزيان باش يتحيد لينا بسهوله. حتى هاد المول اللي عندي انا ماشي داك ديال الحديد اللي فيه داك القاع اللي كيتهز، دا غير عادي وكما كيلصقش وكيتحيد منه الحاجه بسهوله. دابا ندخلوها الفران طيب نص طيبه، يعني طيب من نص طيبه ونخرجوها. دابا ان شاء الله غندوزو للحشوه اللي هي بسيطه جدا. ناخذ واحد الكميه ديال الفرماج احمر تقريبا شي 100 غرام فحال هكا، المهم الكميه اللي متوفره عندك. أربعة ديال القطع ديال الفرماج، انا استعملت هنا المربع كيري، تقدري تستعملي اي فرماج عندك تل المثلث عادي. ناخذ 250 غرام ديال الكفته ديال لاداند، تكون بالعطريه من الافضل، ندوزها في شويه ديال الزيت. الا كانت عندنا كفته بلا عطريه نديرو لها غير شويه المليحه والبزار وندوزها في ونشحرو شويه ديال الزيت. عندنا أربعة ديال البيضات وخماره ديال الحلوى ايديال ولا اي خماره اخرى ماشي مشكل. غنبداو ان شاء الله نخلطوا هذا الفرماج كامل، نخلطوه كاع العراصر البيض ونضربوهم مزيان. خلطوهم مزيان. دابا نضيفو الكفته ديالنا ونخلطو مزيان. نضيفو دابا خمارة ديال الحلوى وحده ونخلطو مزيان. بعد ما خلطنا العناصر ديالنا مزيان غنخويوها فوق العجين ديالنا اللي يكون ديجا طاب نص طيبه. ها هو الخليط ديالنا دابا من بعد ما خويناه فوق لاباط اللي طابت نص طيبه، دابا ندخلوها طيب مزيان. ها هو الكيش ديالنا كيجي رائع بالصحه والراحه.